صباح الخير، صباح النور، كيف صبحتوا؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير، اموركم طيبه. وانتم كتشوفوا معايا هذا الفيديو، نهار جديد وفيديو جديد. جيت البيم صراحه تصدمت، قلت انا ما غاديش نلقى الناس. ساعه لقيتو عامر البنات ديما سبحان الله العظيم. اليوم الجمعه، قلت نجي نبارطاجي معكم العروض ديال الجمعه. بالنسبه بغيت بما يحل، لان دابا راه حابسين الناس على برا. بما يحل غادي نجمع معكم شي شويه، نجاوب على بعض الاسئله ديالكم. واحد المتتبعه، بزاف يا ربي، بزاف ديال المتتبعات فاش بارطاجيت معكم الفيديو ديال الليله ديال المخاوير والعبايات، وكنت صورت لكم في نهايه الفيديو واحد شويه واحد المقطع قصير من بوتيك العراقي، المحل اللي كيبيع البيجامات واللانجري والملابس الداخليه. وبزاف منكم قال لي سوني على النعت ديال المحل العراقي، وبزاف د البنات قالوا لي عافاك صوري لينا عنده وصوري لنا البيجامات. وهكا ان شاء الله غادي نمشي للسوق نصور لكم الطريق اكزاكت ديال المحل، ونصور لكم هذا، ونقدر نصور لكم حتى البيجامات. غير على الله غير نلقى خاوي، حيت دائما كنلقاه عامر. بالنسبه لواحد المتتبعه قالت لي نفس الفيديو نيت، قالت لي العكر في رمضان ولاو العيالات كيعكروا في رمضان. البنات انا والله ما داك النهار والله ما دايره شي ماكياج ولا دايره شي عكر، دايره الفون هذه ليكرون سولير صافي. اما العكر مع الاضاءه كانت فوق مني، والتليفون حتى هو راه كيبدل بعض المرات مع الاضاءه صافي. اما انا والله ما دايره شي حاجه. قلت لها اختي راه ديتي الاثم غير هكاك، ورمضان وانت صايمه. حيت بان ليها هكا قالت لك راه كاين اللي كيديروا كيمسحوا. انا في رمضان ما كنديرش صراحه، خاصنا نتعودوا اننا ما نديروش مكياج برمضان اولا بلا رمضان الله يسمح لينا وصافي. اما راه بليت المكياج بليا خايبه او الله يهدينا وصافي. المهم هادو هما جوج اسئله اللي طاحوا لي دابا في بالي. نقلب لكم الكاميرا تشوفوا تبارك الله شحال ديال الناس. شوفوا البنات شحال ديال الناس تبارك الله، عامره الدنيا. وبعدا شتي، الحمد لله على شتي، اللهم لك الحمد. والله الا عطيني نعمه من عند الله هاد الشتي وهادي، اللهم لك الحمد. كتحسي بالدنيا كتنقى، الارض كتنتعش، الانسان احنا براسنا كنتعشوا والله الا. المهم غادي نصور معكم شويه في بيم الى قديت نصور ولا خلاوني نصور، حيت البنات راه عامره الدنيا. وخليكم معايا حتى لنهايه الفيديو. كاين بعدا شي شهيوات، كاين شي توجد العيد، كاين شي حلوه، كاين رمضان غلبتو ولا غلبكم، رمضان طار البنات. هذا صراحه ما حسيتش به، خصوصا انا ديك السيمانه الاولى ديالو ما دوزتش داري، جاني طار ما حسيتش به. اختكم راه مكبطه، كنت غادي نجي على رجليا، لبست المونطو وكنت زعما قلتي الا طاحت الشتا بعدا راه هذا راه امبيرميابل ما غاديش تميتو. ساعات الاخر وانا نقول بلاتي كان نهز الطوموبيل، خسراتني صراحه الطوموبيل، خاصني نبقى نتمشى شي شويه على رجليا. ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات. ما تنسونيش بلايكاتكم وتعاليقكم الزوينه اللي دائما كتفرحني. شكرا لكم بزاف على الدعم والتشجيع ديالكم ليا اللي غير خداكم عليا، ونتمنى ان شاء الله دائما نكون عند حسن الظن ديال. قبل ما ننسى شباليكم البنات، نخلي لكم هكا انستغرام ديالي ودخلوا عندي، نبقى هكا نحط لكم نكون معاكم اجور، حيت دوك لي ستوري ديال انستغرام صراحه ساهلين ودغيا كيتيليشارجاو، ماشي بحال فيديو يوتيوب يقدر ياخذ لك ساعتين او ثلاثه سوايع ديال المونتاج عاد تسنيتي تيليشارجا. انستغرام نقدر مثلا الا مشيت صورت في واحد البلاصه وبغيتكم تستافدوا من دوك العروض سوغ بلاص، نقدر نحطها لكم في ستوري وتمشيو تستافدوا من هذوك العروض. فهمتوني البنات شنو بغيت نقول لكم؟ بغيتكم كاملين غنخلي لكم انستغرام ديالي هكا محطو على الشاشه، دخلوا عندي وشجعوني باش هكا نبقى دائما معاكم اجور في لي ستوري. وشكرا لكم بزاف بزاف على دعمكم وتشجيعكم ليا لهنا خطيكم.
وكيف ما كتشوفوا راه جابوا عروض لي زوينه صراحه بالنسبه للمواعين وكذلك الديكوراسيون ولي بواط دو رونجمون. كاينين هذوك القراعي ديال الزيت دوك الرشاشات اللي الثمن ديالهم 11 درهم، كاينين هذوك القراعي ديال الخل والزيت، القراعي ديال العطريه، البانيو مع الباسوار ديالو، العصارات الليمون. خلاص راه كاينين حتى عروض في الاسماك فواكه البحر اللي كتكون هكا كونجلي، وفي المواد الغذائيه بطبيعه الحال. هنايا راه كنا باقين كنتسناو. بالنسبه اللي غادي يسولني على هذا بيم، هذا راه بيم ديال الحي المحمدي الفرع الثاني اللي كاين حدا ليسي المجد. اول حاجه بديت بها هما هاد الكوافوز هذه اللي بالمرايه، الصراحه راه طاروا بهم، بقاو غير واحد ثلاثه، ولكن الثمن ديالهم صراحه تزاد، دايرين 399 درهم. ايضا كاينين هاد المرايات هادو اللي طيروهم صراحه، الثمن ديالهم 59 درهم. وكاينين هاد الرشاشه هادي ديال الزيت، زوينه هادي حتى هي الصراحه، الثمن ديالها 10 دراهم. وكاينين هاد القراعي كيف ما شفتوا هادو ديال الزيت، هادو الثمن ديالهم 11 درهم فاصله 90. كذلك كاينين هادو ديال العسل، هاد القراعات ديال العسل صراحه هما زوينين، كيف ما كتشوفوا هادو الثمن ديالهم 9 دراهم فاصله 90. وكاينه هاد لابواط هادي اللي مجموع فيها بزاف ديال لي زاكسسوار ديال الحلوه، وكذلك البوق ديال الحلوه ودوك اللي كنقادو بهم لي كريم. بالنسبه للثمن ديال هادي 24 درهم فاصله 90. كاين هاد البراد هذا اللي جاي هكا في الدوغي، وكاين حتى كيسان ديال اتاي. بالنسبه لهاد البراد راه كيهز ايترو 600، وهادو هما الكيسان صراحه زوينين. بالنسبه للبراد الثمن ديالو 129 درهم فاصله 90. وبالنسبه للكيسان غادي نوريكم بعد البراد كيفاش داير من الداخل، راه تيجي بيض من الداخل ودوغي من برا. وبالنسبه للثمن ديال الكيسان راه 89 درهم فاصله 90، فيهم 12 كاس. كذلك كاين هاد السيت هذا ديال الحمام، فيه هذيك بورت بروسادون وفيها هذيك بورت صابون، بالثمن ديال 49 درهم فاصله 90. هكا كيجيو، كيجيو اون بلاستيك، بلاستيك هكا كيكون صلب صراحه الشكل ديالهم، وكيجيو هكا مات، الشكل ديالهم زوين وخداوهم حتى هما الناس صراحه، مبقاش فيهم كونتيتي لي كثيره. كاينين هاد لي بواط هادو، تجي الغطايه ديالهم هكا بيضه، هادو الثمن ديالهم 12 درهم فاصله 90. وكاينين هادو تتحطو فيهم هكا، تتعلقوهم هكا في الباب ديال بلاكار، هادو الثمن ديالهم 12 درهم و90. تقدروا ديروا فيهم هكا الميكه ديال الزبل حاجاكم، وانتوما كتخدموا هكا في الكوزينه. فيها هاد البيضه وفيها الكري كيف ما شفتوا. وبالنسبه للثمن ديالها كيف ما قلت لكم 12 درهم فاصله 90. كذلك كاين هاد البانيو الصغير اللي الثمن ديالو 6 دراهم فاصله 90، كيجي هكا في الغوز. وكاينين هاد القراعي ديال العطريه هادو فيهم الكحل والكري والبيج، هادو الثمن ديالهم 6 دراهم و90. وكاينه هاد العصاره ديال الحامض حتى هيايا اللي الثمن ديالها 5 دراهم و90، كيف ما شفتوا 5 دراهم و90. وكاينين هاد الطباسل هادو ديال هاد لا مارك باسيون، مهم كيبدا الطبسل ديال 30 درهم، واصغر بول دايره شي 6 دراهم تقريبا. كاين هاد البيجاما هادو ديال البنيتات صراحه زوينين، هكا فيهم اعمار، هادي راه فيها 6 سنين 7 سنين، كتجي هكا بالسريويل ديالها كيف ما شفتوا. فيها لوينات، فيها داك البلو سيال، فيها هاد البلو فونسي، فيها الغوز كيف ما شفتوا. هادي راه فيها 10 سنين 11 عام. وبالنسبه للثمن ديالهم 64 درهم فاصله 90. كاينين هاد المعالق هادو ديال هكا كتهزو بهم هكا الدقيق او لا اي حاجه، هادو الثمن ديالهم 5 دراهم و90.
وكاينه هاد ليكونوم هادي اللي الثمن ديالها 5 دراهم و90. كاينين هاد التريو ديال لي بواط كيجيو 3، هكا تجمعوا فيهم شي حاجه هكا صغيره اولا، المهم هكا كيجيو تجيو 3 ديال لي بواط. بالنسبه للثمن ديالهم 12 درهم فاصله 90. وكاين هاد التمر هذا راه فيه 500 غرام والثمن ديالو 22 درهم فاصله 90. وهذا اللي حداه الثمن ديالو 15 درهم فاصله 90 ايضا، حتى هو فيه 500 غرام. بالنسبه للبيض كاين هذا البلاطو هذا فيه 30 بيضه بالثمن ديال 47 درهم فاصله 90. بالنسبه للسوريمي هنايا راه نسيت ما صورتوش تمايا، ما تشدش ليا مزيان. هاد البواطه هادي فيها 10 ديال لي باتوني، صراحه كيتقام ارخص من مرجان اولا بلاصه اخرى. الثمن ديالو 15 درهم و90. وخلاص كاين لا دان فيمي جونبون، هادو الثمن ديالهم كلهم 9 دراهم فاصله 90. كاين هاد جونبون دو بوف هذا هو اللي الثمن ديالو 11 درهم و90. كاين داك الهوت دوغ حتى هو داير شي 11 درهم فاصله 90. وكاين هاد لاصوص هادي فخوماجيغ هادي ديال تاكوس ديال غاستروميكس، هادي الثمن ديالها 39 درهم و90. كذلك كاين هاد الجبن هذا ديال هاد لامارك هادي الثمن ديالو 11 درهم فاصله 90. كاين هاد الكوكتيل هذا ديال فخوي دماغ اللي الثمن ديالو 34 درهم فاصله 90. كاينين لي فخيت حتى هما هي الثمن ديالهم 30 درهم. وكاين كذلك حتى لاباد فويتي حتى هي الثمن ديالها، غادي نوريكم الثمن ديالها، هي هادي الثمن ديالها 15 درهم فاصله 40. وبالنسبه للكروفيت كونجلي الثمن ديالو 25 درهم فاصله 90. بالنسبه لهذا الحليب هذا دوست الثمن ديال الليتر 9 دراهم فاصله 80. وكاين هاد الدقيق هذا ديال الخلاله، هاد راه الخنشه 25 كيلو الثمن ديالها 82 درهم فاصله 90. كاين مجموعه من الانواع ديال الدقيق، كاين هذاك متموره، المهم كاين واحد التنوع هكا في الدقيق على حسب. كاين الكومبلي، كاين الفينو، كاين هذاك الفينو برو ديال المزيه حتى هويا كاين بجوج انواع. كاين ديال 47 درهم فاصله 50. كاين هذا ديال الفينو ديال المتموره 5 كيلو الثمن ديالو 45 فاصله 90. بالنسبه لهاد فينو برو كاين هذا 5 كيلو اللي الثمن ديالو 47 درهم فاصله 50. وكاين الاخر اللي الثمن ديالو 79 درهم فاصله 50. وكاين البنات حتى الدقيق ديال الشعير، الناس اللي كتقلب على الدقيق الشعير ها كاين عندهم حتى هوايا غنوري لكم. هو هذا ديال مزيه سميتو اورك برو، هذا راه دقيق ديال الشعير الثمن ديالو 37 درهم فاصله 90 في 3 كيلو. وكاينه السميده رقيقه 5 كيلو بالثمن ديال 48 درهم فاصله 90. كاينه هاد لاصوص بيشاميل اللي الثمن ديالها 5 دراهم فاصله 90. وكاين هاد بابي المنيوم اللي فيه 60 متر، هذا صراحه عجبني بزاف، حتى الثمن ديالو صراحه باينه ثمن لي مناسب، الثمن ديالو 59 درهم فاصله 90. كيف ما شفتوا كاينين هاد لي لي ساك دو كونجيلاسيون، هاد الثمن ديالهم 18 درهم فاصله 50. وكاينه هاد الدرا 3 ديال العلب ديال المايس 36 درهم فاصله 90. وخلاص كاينين هاد لي صوص اللي الثمن ديالهم كيتراوح ما بين 20 درهم و19 درهم فاصله 90. كاينين جميع انواع لي صوص هكا، ما صورتش معكم صراحه كلشي بالديتاي هكا، صورت لكم شويه هكا باش تاخذوا فكره. كاين هاد لاصوص بيتزا اللي الثمن ديالها 9 درهم فاصله 90. وكاين هاد لي فون دو تارت، لي فون دو لا بات بيتزا، بالنسبه للفون دو تارت الثمن ديالهم 15 درهم و50. تاكوس هادو 6 ديال الحبات الثمن ديالهم 24 درهم فاصله 90. مهم هادو هما الحوايج هكا اللي قدرت نصور معاكم. كاينين هادو لي بات بيتزا باشكال واحجام اللي مختلفه،
كاين الخبز ديال البرجر حتى هوايا. كاين هاد البرودوي هادي اسبيروكس اللي متعدد الاستعمالات، الثمن ديالو 24.90 درهم. زيت البلديه الحره يطرو الثمن ديالها 89.90 درهم. وكاين هاد لانجات هذا الحجم الصغير زوين، هذا تلوحوه في الساك ديالكم، هذا الثمن ديالو 2.50 درهم. كاين هاد ميستر بي هذا زوين صراحه البوطه وكلشي، الثمن ديالو 12.50 درهم. فاتوني يلا خرجت من بي من الزحام 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 والمخاطفه، خصوصا على دوك المرايات. المرايات كانوا واحد تخيو هكا ديال المرايات، صراحة الشكل ديالهم زوين، دايرين هكا بالطوغي وكيتعلقوا، عندهم واحد السلسله هكا ملي كيتعلقوا. هذوك طاروا البنات كما تسولوا عليهم، زعما اللي مازال باغي يجي على ودهم راه ما غتلقاوهمش. كنهضر انا على بيم الثاني اللي كاين في الحي المحمدي. بالنسبه هذوك راه كانوا دايرين 59 درهم، صراحه الثمن ديالهم مناسب. بالنسبه لدوك لي كوافوز اللي كتكون عندهم معاهم المرايه، هذوك راه باقين فيهم شي ثلاثه، زعما اللي كانت انتريسي بهم راه مازال باقين واحد ثلاثه. هادوك دايرين لهم 399 درهم، راه اول مره غادي تحل بهم في الحي المحمدي، كانوا دايرين لهم غير 200 درهم، دابا راه زادوا فيهم تقريبا الدوبل. وصافي هادشي البنات، نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، نتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم بحول الله. ما تنسونيش بلايكاتكم، تعليقكم الزوينه، بارطاج الفيديو، والسلام عليكم.